حطوا سيمنز غاميسا الالمانيين اللي كيصوبوا داك الفرفرات دوك لي زيولين كيصوبوهم في طنجة عندهم معمل في طنجة خدوا 600 ديال المهندسين مغاربة صيفطوهم لسكاندينافي ب 600 دار لهم واحد التكوين ديال 6 شهور راهو المغرب وبداو تيصوبوا المعمل في 4 شهور المعمل بدا كيشتغل جيت حضرت مع الرئيس التدشين ديال المعمل قال لي الله يخليك راني غادي نعلن اننا غادي نحلوا معمل اخر ديال 11 هكتار حتى هو قلت له شكرا تبارك الله عليكم قال لي بلاتي فسلك غادي نحل هذا المعمل على الكفاءات ديال هاد المهندسين المغاربه قال لي نفسلك هاد 600 المهندسين صيفطناهم داروا التكوين جاو خدموا المعمل ديالنا ديال طنجه في ذاك الوقت كنا كنحلوا المعمل ديالنا في بريطانيا حاولنا 8 شهور ما بغاش يديماري لهم المعمل خذوا 40 ديال المهندسين من المغرب داوهم لبريطانيا وهما اللي خدموا المعمل ديال بريطانيا